كلنا ندري انه عالم الجيمينج صار جدا كبير باخر 5 سنوات. اللي ما كان يعرف ايش هو جيمينج صار يعرف. في بعض الناس اللي دخلوا هذا العالم عشان يستمتعوا بوقتهم، وفجاه بوف صار يدخل الملايين من وراء انه قاعد يلعب، لان الحين معظم الشركات صار يوزعون جوائز ماليه جدا عاليه اللي توصل قيمتها الى ملايين الدولارات بعض الاحيان على حسب اللعبه والمركز اللي تجيبه. وكل اللي دخلوا عالم الاحتراف همهم الاول انهم يجيبون المركز الاول عشان يجيبون اعلى مبلغ في البطوله، ويكون مصدر دخل لهم بحكم انهم قاعدين يلعبون معظم وقتهم عشان يكونون باعلى مستوى. والجانب المظلم من هذا العالم انه في بعض اللعيبه ما يبغى يتمرن عشان يحسن من طريقة لعبة، بل انه يبي يوصل القمة مع المحترفين ويكون واحد منهم من غير لا يتعب او يعطي اللعبة من وقته. قائمتنا جدا طويلة، اليوم راح نشوف اغبى ستريمرز انكشفوا هم قاعدين يستخدمون برامج غير عادلة اللي ممكن تساعدهم بالايم وتظهر لهم اماكن اللعيبة الثانيين وغيرها كثير. لا تنسى اللايك والاشتراك ويلا نبدأ. الم زيرو غبي وقوي، هذا الشخص كان قاعد يقدم لشركة اي سبورت احترافية اللي تسمى بيزينكس، يعني بيعطونا راتب واعلانات من الاخير بيدلعونه. الرجل قال لازم ادخل الشركه مهما كان الثمن. ايش سوى خوينا الم؟ راح حمله برنامج ايمبوت على باله انه ما حد راح ينتبه. الرجال ما شاء الله عليه كان داعس بالتويتش، 3000 متابع من ورا اللعبه الاسطوري اللي كان بايبكس ليجند. فلما جاء وقت تجربه الاداء لالم زيرو شغل برنامج الايمبوت وبدا يلعب. الغريب بالموضوع ان الرجال اللي كان قاعد يقيم لعب الم زيرو ما قال اي شيء، لان اللعبه كان مشكوك فيه بشكل جدا كبير. لعبه كان جدا اسطوري، طلقاتها ما قد تضيع، عنده طلقات مور الجدران، والمقيم ساكت قاعد بس يتفرج. الناس بعد ما شافوا لعب الم زيرو بداوا يهاجمون شركه زينكس انهم ضموا لاعب غشاش، واكيد هذا الشيء راح ياثر على سمعه الشركه. على طول جرد الشركه انفوا انهم سجلوا الم بالفريق وتم انهاء تجربه الاداء لالم زيرو. ومن بعد هذه الحادثه ما في اي اثر لالم بمواقع التواصل الاجتماعي. تمبر 0311 هذا اغبى من الم بمراحل، بدا بس هو قاعد يلعب ديستني 2 ونسى يخفي برنامج الوول هاك، وعلى وقت بثها كان العدد جدا قليل، 15 شخص كانوا حاضرين، بس كان كافي انه واحد ينتبه ان اللعبه كان مشكوك فيه، ويكتب له في الشات هل هذا انبوت؟ على الشاشه حقتك في مربعات لونها احمر، وطبعا هنا ادرك تمبرورو انه جاب العيد. The screen has red squares around them. بالاول عمل نفسه مجنون ما يدري ايش السالفه، وفجأة بوف قفل البث وحذفه من قناته، بعد كم يوم من انكار تمبر انه قاعد يستخدم برنامج وول هاك. No, it's not, and I didn't, dude. If you want to get banned, you can keep saying that. يهدي المتابعين، اي احد يجيب السيره راح يبلع بان. متابعينه نشبوا عنده لما خلوه يعترف انه كان في برنامج وول هاك. There was wall hacks on my computer yesterday on stream. Like I'm not denying that. I just don't know how they got there. الرجال قام يصرف يقول ما يدري شلون جا البرنامج في البي سي حقه. انا عن نفسي صدقت، بس على الاقل تمبر اعترف انه كان في برنامج وول هاك في البي سي. هو نفس الشخص اللي بعد اللي قرر ترميه في واحده من خوياتها، او يمكن شخص ما هو موجود. الستريمر اللي عليه علامه الاستفهام تسمى ب اسكيو جيميناي. الله يستر علينا الدنيا واخر. قبل لا تنكشف بلحظات قليله قامت تقول ان المتابعين قاعد يقولون انها هي قاعد تغش وانه هذا الكلام غير صحيح، هم قاعدين يقولون هذا الكلام لانها بنت تعرف تلعب. You know what's really sad that sometimes you know because I'm female in Counter Strike people are like you're cheating. هي لثواني قليله دخلت جيم بلعبه سي اس جو والول هاك كان مفعل. يا ساتر. What they're mid to be. I'm going back to be. بعد ما انتبهت ان البرنامج شغال قامت تحاول ترجعها يمين يسار، تقول ان هذه خويتها وهي ما لها شغل وهذه نهايه اللي يخلي بي سي عند واحد من اخوياها. Wait, Clara, hold on. Clara, give me one second. Clara, let me just message this girl. Give me one second. Why is this on my computer right now? Where is this? How do I close this? I need to text my friend Clara right now. She was at my house earlier today. I'm literally gonna kill her. She promised me she didn't use it on my PC. Clara, out of all people, this is what happens when you let people use your PC. متابعينها ما شاء الله عليهم ما قصروا، استلموها طقطق، عرفت انه خلاص ما في امل، قامت تنقل اغراضها من حسابها القديم لحساب جديد خوفا انه يتبنت. وحصل الغير متوقع، تويتش جوب نفسهم واعطوها بان. يا ساتر. طبعا قائمتنا جدا طويله بس ما ودي اطول عليكم، ولين هنا وصلنا نهايه المقطع. مقدمكم خبابو، اشوفكم في الجاي، سلام.